نشكر الغوص طبعا اول ناس اللي دقوا على هذا دقوا عليه انه بناخذكم جوله. وين قرقيعان؟ قلت لك بس هم قرقيعان. روح 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 شباب يلا يلا. وين ايقاعات؟ خش. الشعب يريد نلحق الغمس. شعور حلو قرقيعان اكيد. قرقيعان يعني في حلاوة وحب وكاكاو. مصاصع من الوانيت بعديليه نفرفر بالوانيت. انا شو قرقيعان؟ لا مكود مكود في وايد. لا لا حتى بالبيت موجود. ما شاء الله. موجود يلا موجود. والله وناسه والله رحنا بيت هناك عطونا قدساويين هناك دوله القدساويين عطونا قسم بالله عجيبه. جرس بس بس ليش عندهم قرقيعان؟ اي متاكد؟ اي لا توهقنا. جرس الموج عندهم قرقيعان يمكن. قرقعت ولا بعد؟ اي قرقعت. فيكم طرب؟ اي فيكم وناسه؟ اي وفيكم طرب؟ ايوه وفيكم وناسه. يلا يا سلام. وين ايقاعات؟ خش. ايوه ايوه ها قولوا. كل شيء يفرح ويونس وهاليهال والكل مستانس. احنا جايين من الضاحيه لي كيفان. زين متى تتذكرين ايام القرقيعان اول؟ ايام القرقيعان وين كنا نروح بين البيوت ناخذ نلبس الدراري واحنا صغار ونبيت لبيت ما يعطونا قرقيعان نقول لهم نقعد عاد نعطيهم الحكي. حياكم الله يا اهل الكويت. امتعتونا واسعدتونا بكل لحظة بكل مكان. خليهم يدقون إذا ما دقوا عيالنا من اللي دق؟ دقوا قرقيعان يلا قولوا. سلموا على دوم يلا قولوا قولوا قولوا. مستمتع؟ ايه. مستانس؟ ايه. جاية متأخر؟ ايه جايين متأخر كنا معزومين. قرقيعان قهوتك معانا؟ ايه. تبي نقرقع لك؟ تحانوا ناصر. يلا على ما يلا سلوا الناصر يلا على ما يلا. قرقعون السيارة ها؟ شاقني شاقني والغزل ولا اعتدي. أنا أحب كرة قدم ورونالدو أحسن من ميسي. والقرقعون؟ إي أحسن من ميسي. استمتع ونستانس. قهوة بعد؟ إي عشان نسوي شيء جديد بالكويت. أخوي؟ من أكبر؟ هو أنت ولا هو؟ ايوه ويكم نسيتونا. ايوه بابا معاكم معاكم الغبس معانا بالشمس حيل ايدي تحلقني بس والله حلوه ناسه. شو اسمك بالخير؟ ابو علي. يلا سلم ابو علي. يلا سلم يلا شيخه. سلم صالح. يلا سلم يلا زينه. زينه ايه جمعت ولا لا؟ ايه وين كيسك فاضي؟ وما في مثلك واحنا واهلنا. انت تعبت ها؟ ايه عشان تعلمون هذا الجيل الحين ما لحق على اللي قبله. اول احنا القرقيعان المحزر اللي بالمصنع يعطونا اياه. والحين احسن انظم دلوكس طبعا القرقيعان صاير الحين. شلون الماتش؟ زينه. وين رحت اليوم؟ سره شاميه العديليه وامس يعني رحنا مع ربعي. ايش رايك تشاديه؟ ايه تشاديه مديرهم بعد. اقول جايبين انهم مدير يدير العمليه. احنا اليوم في ديوانيه الشرقاوي. ديوانيه الشرقاوي عدل. والله مناسبه اجتماعيه تجمع العائله والشباب. هذه اجتماعيه تعودنا عليها كل سنه. استمتعتوا معنا؟ الحمد لله. يعطيكم العافيه ونشكر كيفان مفضلين الشارع كله حق المشي وحق الاحتفالات بالقرقيعان. طبعا نشكر الغبش على الاستضافه الجميله. ها وين وين ايوه.